في الثلاثين من العمر أصبح الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولياً للعهد في مملكة البحرين في 9 مارس 1999 إثر تولي والده الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد، ليمثل ولي العهد الجديد صعود جيل جديد من القيادات الخليجية الشابة، ولينطلق بطموح الشباب وتطلعاته في تأسيس منهج جديد في القيادة. بدأت ثمار مبادراته الإصلاحية في الظهور إثر توليه رئاسة مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وبدأت عجلة الإصلاح والتنمية في الدوران بقوة. كانت البرامج والخطط الاستراتيجية للتطوير الاقتصادي وتشجيع واستقطاب الاستثمارات هاجس الأمير الشاب، فأقدم في وقت مبكر على فتح ورشة التطوير الإداري وشرع في تحديث الإدارة البحرينية وتطويرها، مضيفاً عليها مرونة تسمح بتشجيع المبادرة الخاصة لجميع البحرينيين. نجاح ولي العهد في خطط الإصلاح والتطوير الإداري والاقتصادي والتعليمي وقدرته على التعامل مع المستجدات أهلته ليعين من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في يناير 2008 نائباً للقائد الأعلى، لتعهد له مهام الإشراف على تنفيذ السياسة العامة والخطط العسكرية والإدارية والاقتصادية والمالية لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني. وإثر النجاح الذي حققته سياسات الأمير الشاب وانفتاحه على مختلف المكونات والفعاليات الاقتصادية والسياسية وقدرته على التواصل مع شريحة الشباب، عين في مارس 2013 نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ليشرف على سياسة تطويرية عامة وشاملة شهدتها البحرين. ومن أبرز إسهامات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في أكتوبر 2008، تلك التي تعد رؤية شاملة لتطوير اقتصاد المملكة مع التركيز على هدف أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني البحرين، ليترافق ذلك مع إجراءات إصلاحية وتنظيمية شملت القطاعات الحيوية مثل إصلاح التعليم وتطوير مناهجه وتحرير قطاع الاتصالات وإصلاح سوق العمل. يتابع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تفاصيل العمل اليومي في المؤسسات، ويقف عياناً على سير المشاريع وتقدمها، ويخصص مجلسه الأسبوعي للإنصات إلى هموم البحرينيين وطموحاتهم بمختلف أطيافهم، وهو يعمل على إيجاد الحلول لما استشكل من قضايا. ومن العلامات البارزة التي تم تسجيلها وأحدثت منعطفاً تاريخياً في البحرين ووضعتها على الخارطة الرياضية العالمية مساهمته في إنجاز مشروع حلبة البحرين الدولية وإقامة أولى سباقات الجائزة الكبرى الفورمولا 1 في الشرق الأوسط على أرض مملكة البحرين. الأمير الشاب هو جزء من منظومة قيادات شبابية باتت تقود المشهد في دول الخليج وتساهم في تمكين الشباب الذين يشكلون نحو ثلثي سكان هذه الدول. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مع ترك الدخيل في حلقة جديدة تقدمها استثنائيا هذه المرة من أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقام مؤتمر الفكر العربي ونحاور فيها ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. فابقوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مجددا مع ترك الدخيل من أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه المرة نلتقي في حلقة استثنائية من رحاب مؤسسة الفكر العربي ومؤتمرها السنوي فكر 15، الذي اختار هذا العام أن ينعقد تحت شعار التكامل العربي، مجلس التعاون ودولة الإمارات العربية المتحدة. في هذه الجلسة نحيي جمهور الفكر الحاضر معنا في هذه القاعة، ونرحب بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين. حياك الله سمو الأمير. الله يحييك يا تركي، والسلام عليكم، وأحيي الحضور اللي موجودين معنا في القاعة والمشاهدين إن شاء الله. سمو الأمير،
أنت معروف بأنك رجل واقعي ولا تحب المبالغات. يعني 35، أنا ما عندي شك، هذا ما أعرفه عن سموكم. 35 عام من مجلس التعاون الخليجي، ألا توافقون معظم الخليجيين المحبطين إن صحت العبارة من المجلس بالنظر لكونه لم يحقق طموحاتهم؟ هذا أول شيء يعني شعور يسرني، لأن يعني هو مؤشر أن الشعوب الخليجية تتمنى الأكثر. وأنا فعلا أشاركم أن في شعور أن احنا واجب علينا أن نقدم المزيد من الإنجازات، لكن في أشياء كثيرة يعني صارت وتحققت ويمكن صارت كأنها تحصيل حاصل الآن والناس تعودت عليها. فودي بعد أدافع شوي عن اللي تم إنجازه، لأن تخيلوا لو احنا علاقتنا كست دول الآن في مجلس التعاون فقط تحت مظلة الأمم المتحدة كمثال، يعني لو بنلتقي بس في هالمحفل الدولي أو خلنا نقول حتى في الجامعة العربية، هذا مو بصحيح. احنا نلتقي مرتين في السنة على مستوى القادة، ونلتقي العديد من المرات على مستوى الوزراء والمسؤولين. وإذا تريد يعني أقدر مثلا أخبرك عن الإنجازات المهمة اللي تمت في هالسنين العديدة من التأسيس. يهمني أني أسمع ما الذي ترى سموكم منجزات حقيقية، ونحاول يعني على الأقل نرفع من مستوى الإيجابية في هذا الموضوع لدى الكثير من الناس. لازم. أول شيء خلونا نركز على الأساس وهو الأمن. إن نظرنا للاتفاقية الدفاعية المشتركة أو نظرنا للاتفاقية الأمنية، هذا تجعل أساس للتعاون الدفاعي والتعاون الأمني بين دول مجلس التعاون، وهذا يزيد من أمنه. واليوم المنطقة ما هي بمنطقة مثل ما يقولون عادي، عايشة في سلام كامل، في مخاطر، ولكن يعني الرجال والنساء الحقيقة اللي موجودين عندنا في القوات المسلحة هم يسهرون الليل ليحققون أمن لنا في هذا الوقت، ويتبادلون كل المعلومات. يعني إن أردت تشوف صورة رادارية لكل الطائرات اللي تتحرك، صورة رادارية للبحر، تشوف كل السفن اللي تتحرك، يعني أنا شايفها بعين. فإحنا يعني واعين ويقظين على ما قاعد يصير في المنطقة. يعني سمو الأمير، هذا شيء واحد بس. أنت راضي عن ما تحقق من إنجازات دفاعية وأمنية في دول مجلس التعاون؟ تصور لي يعني في هذه المرحلة من تطورنا احنا وصلنا إلى الحد اللي نقدر نوصل له. يعني الأمن الذي تعيشه دول الخليج في منطقة مضطربة هو أحد منجزات المجلس. من أهم الأشياء القادمة إن شاء الله هو تحقيق مثل ما تقولون قطاع دفاعي صاروخي حق الصواريخ الباليستية. هذه ضروري أنه يتحقق في أسرع وقت ممكن. تعملون عليه؟ أي نعم. هذا ماشي. هذا شيء واحد. تنقل المواطنين، يعني يمكن الكثير منكم يتذكر أن الأول كنا لازم نتحرك بجوازاتنا وألغينا التأشيرات وصار التحرك بس ببطاقة، اليوم بطاقة التعريف أو البطاقة الشخصية. هذا شيء بسيط يعني يمكن يتراولكم، لكنه شيء كبير للمواطنين، لكن المزيد مطلوب. يعني المواطن الخليجي يتطلع سمو الأمير إلى أن يكون هناك تجربة مقاربة لما يحدث في أوروبا، يعني هل بالضرورة لازم أوقف من دولة لدولة وأطلع بطاقتي وأمسك سرة ويجي حق الجمارك وينخل شناطي وعفشي ومدري شلون؟ ما يمكننا نخفف من هالإجراءات؟ إذا نسوي اتحاد جمركي ونسوي ربط بين أجهزة الهجرة في دول مجلس التعاون بيتم هذا الشيء. وهل هذا متحقق؟ مو متحقق لحد في دراسة لإنجازه؟ يعني من الإنجازات الكبيرة اللي حققناها في مجلس التعاون أن حطينا حد أعلى أو سقف لنسبة الجمارك. أنا أتذكر أن نسبة الجمارك في مملكة البحرين كانت 20%، اليوم أغلى نسبة موجودة اليوم 5. فإذا المواطن نفسه يسأل يعني يمكن الاتفاقية الدفاعية أو الاتفاقية الأمنية ما يحس بها مباشرة، ما في شيء ملموس، التنقل يحس به،
ويحس مثلا بوضع هذا التناسب والتكامل بين الرسوم الجمركية. المرحلة الجاية إن شاء الله هو اتحاد جمركي صحيح، هذا مطلوب، وما يلي ما نسميه اتحاد لكن نسميه ربط لأجهزة الهجرة، وربما يعني في فترة من الفترات حتى فيزا مثل الموحدة مثل الشنغن اللي تصدر في أوروبا نصدرها حق الوافدين دول مجلس التعاون. دول مجلس التعاون يعني كل خليجي ضمن دول المجلس الست يفيز، كل أجنبي يريد أنه يدخل يعني يدخل في فيزا واحدة للجميع. هذا يعني أمنيات وإن شاء الله نوصل لها في المستقبل. جميل. سمو الأمير سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة ولي عهد البحرين، دبلوماسيا هل نجح مجلس التعاون الخليجي في جعل العالم ينظر إلى الخليجيين ككيان واحد كموقف واحد؟ أنا أشوف هذا الظاهرة قاعد تصير أكثر وأكثر. إذا رأينا الطريقة اللي يخاطبوننا فيها الدول الكبرى أو المنظمات الدولية، دائما يخاطبوننا ككتلة. إذا في اجتماع هام دائما يعني نندعي كلنا الست دول سوا، وهذا شيء ما كان يصير في السابق. مثل كام ديفيد على سبيل كام ديفيد مثلا بالضبط، فهذا يعني مؤشر إيجاب، فأعتقد نعم. يعني نجحتم دبلوماسيا اليوم أنكم تتعاملون كمنظومة دبلوماسية واحدة إلى حد كبير؟ صار لها ثقل أكثر، أحسن من أول كثير، بس الطموح أكثر طبعا. لكن يعني في هذه المرحلة أرد أكرر يعني إحنا نبني مجلس التعاون من القاعدة، يعني بعد اللي مستعجل كثير يمكن يأسس لمنظومة بعد 20 سنة تشوف أن هذه منظومة هشة ولا تدوم. فإذا البنيان صحيح وبنينا القواعد والمصالح المشتركة ووحدنا القوانين وقربنا المفاهيم، كل هذه الأمور تلحق. يعني اليوم إذا شفنا مثلا تعاملنا مع مجلس الأمن، فإحنا نتعامل كمجلس تعاون. يعني تتفاوضون في قضايا مجلس الأمن ككتلة واحدة؟ في القضايا الهامة نعم، في تنسيق تام كل ست دول؟ كل ست دول في القضايا الهامة. طيب هل وصلتوا إلى فكرة أنه إذا اجتمعنا مجموعة وفي ناس متحفظين نتركهم ونكمل، ولا لا زالت هذه إشكالية في المجلس؟ هذه والله عاد تصير على الواقع، يعني إذا نلاحظ ترى إحنا يعني دول نتعاون، إحنا يعني حتى في العنوان هذا مجلس التعاون. فبالطبع تصير في مرات اختلاف في الآراء، هذا طبيعي بالطبع. هذا طبيعي، لكن اللي ريحني إن الأهداف قليل يصير في اختلاف في الهدف المرجو، يمكن في الوسيلة يصير في اختلاف. فهذا شيء طبيعي وأنا يعني مو بقلق عليه. سمو الأمير، في الجانب الاقتصادي ما الذي تحقق فعليا ويمكن للمواطن الخليجي أن يقف عليه ويلمسه بيده؟ طيب مثل ما قلت لك يقدر يتحرك ويتنقل بدون جواز سفر، يقدر يتملك عقار في كل الدول الست، يقدر يتملك شركات. اليوم لأول مرة أنا يوم وأنا شاب ما شفت شركات خليجية أقدر بالفعل أسميها شركات خليجية. اليوم إذا نظرنا في شركات من الكويت تشتغل في المملكة العربية السعودية في البحرين وفي الإمارات، في شركات إماراتية تشتغل في المملكة وتشتغل في البحرين، في شركات بحرينية تشتغل في الإمارات وفي الكويت. فالله يسلمك، يعني أظن حسب ظني تقريبا 40,000 سجل تجاري لمواطنين في دول مجلس التعاون اللي هم من دول أخرى. يعني مجموع السجلات التجارية التي فتحت في دول أخرى 40,000 سجل تجاري تقريبا. ممتاز. يعني هل هناك منجزات أخرى ولا هذا تقريبا أهم اقتصاديا؟ اقتصاديا يعني أنا أشوف السقف الموحد للجمارك هذا إنجاز كبير. مثلا سلعة تكون غالية في البحرين وتكون رخيصة في السعودية، فتشترى في السعودية وتباع في البحرين، يعني هذا منع، كله منع. فاليوم صار في توحيد تقريبا لأسعار السلع من خلال استيرادها. بالضبط بالضبط. طيب
الربط تبي نتكلم مثلا في الربط الكهربائي، نبغى نتكلم في الربط المائي ان شاء الله القادم. وش الربط الكهربائي؟ معلش اعذر جهلي سمو الامير. لا ما معذور طبعا. الربط الكهربائي يعني ان اذا في طلب، اذا في نقص في دولة ما من انتاج كهربائي لظرف معين، عز الصيف والطلب يعني كبير، ممكن ان الدولة تشتري كهرباء من الدولة المجاورة. وفي ربط يعني فعلي، وهذا يعني أصبح الكهرباء منظومة واحدة في كل الدول تقريبا. مو منظومة، في شبكة واحدة، شبكة، فنقدر نتبادل الكهرباء حسب العرض والطلب على أساس أن نمنع الانقطاعات. يعني الأول أنا أتذكر بس من 15 سنة كل صيفية كانت تصير انقطاعات في مملكة البحرين، الحين انتهت في كل الدول تقريبا الخليجية باعتبار درجات الحرارة المرتفعة، درجات الحرارة عالية، الأحمال العالية، الاستخدام عالي أو الطلب عالي للكهرباء، يصير ضغط على المحولات وتنقطع، تصير ترب وتنقطع. عند انقطاع الكهرباء بنتقل إلى فاصل سمو الأمير بعد ذلك. حياكم الله مجددا أيها الإخوة والأخوات مع تركي الدخيل في هذه الحلقة الخاصة التي نقدمها ضمن فعاليات مؤتمر الفكر العربي، والتي نجري فيها حوار مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة ولي العهد النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين. سمو الأمير، كنا نتحدث عن الربط الكهربائي كأحد المنجزات التي ذكرتم أنها تحققت لمجلس التعاون. ماذا عن مسألة الربط المائي سمو الأمير؟ هذا جاي إن شاء الله، وهذا شيء مهم، لأن بنفس فكرة الربط بنفس الكهربائي، الفكرة بنفس الفكرة، حيث أنه إذا صار في عجز في دولة يمكن أن تمول من دولة أخرى. إذا صار في نقص في البحرين ممكن يجيها من قطر أو من السعودية، من قطر أو من المملكة العربية أو العكس السعودية. نعم. طيب، هذه الخطوات سمو الأمير، هل ترون أنها كفيلة بالوصول بجدية إلى الاتحاد الخليجي؟ هل الاتحاد الخليجي أصبح ضرورة اليوم كما كان مجلس التعاون في بداية الثمانينات ضرورة ليصبح منظومة اليوم تقولون أنها منظومة قوية وصلبة تتكئ عليها الدول الست؟ والله هي فكرة الاتحاد يعني قاعدة تتطور مع السنين ومع الممارسة. ومثل ما قلت لك، احنا ما بنستعيل، احنا بنبني القاعدة السليمة وبنحط الأنظمة والقوانين وبنحط البرامج والمشاريع المشتركة، وبعدها ما بتشوفون. يعني أنا أتمنى أن الاتحاد يتم ولا حد يحس، ما نوع يوم واحد إلا احنا متحدين، بالنظر إلى أنه في عمل يتم على الأرض وبالتالي يصبح الاتحاد بعد ذلك يصبح يعني تحصيل حاصل. يعني بعطيك مثال اليوم، يعني يمكن بعض المشاهدين يسألون يعني إيش فادني مجلس التعاون؟ ذكرنا الجمرك، ذكرنا التنقل، ذكرنا الكهرباء وعدم انقطاع الكهرباء. ودي أذكر بعد الصحة، اليوم الأدوية اللي نشتريها ترى بصورة جماعية ست دول، هذه تنزل الأسعار. فبعيد الشر عن الجميع، اللي يحتاج أدوية وهذه ما فيها بعد يعني أخذ وعطاء، اللي يحتاج ضرورة الأسعار تكون معقولة. احنا عالجنا مئات الالاف من مواطنين الخليج في دول غير دولهم، يعني بس في مجلس التعاون. يعني هل متاح للمواطن الخليجي ان يعالج في اماكن ثانيه مجانا؟ مثل المواطن تماما، مثل المواطن، هاي على الاقل يعني في مملكه البحرين ان شاء الله ما يحتاج، بس يعني ان شاء الله ما يحتاج، لكن اذا احتاج هذا موجود. طيب، وفي طبعا يعني مشاريع حق المستقبل، يعني هذا كل اللي ذكرناه تم، ما تحقق حتى اليوم. لا تحقق، ما تحقق حتى اليوم. نعم. طيب، سمو الأمير، البنية التحتية في دول الخليج هي عماد التطور. هل أنتم في دول مجلس التعاون الخليجي تسيرون في منظومة مشتركة للدول الست، ولا تفكرون كل دولة لوحدها فيما يتعلق بالبنية التحتية؟ هل هناك تنسيق ولا في عزف منفرد؟ والله يعني إذا لاحظنا مثلا مؤشر، أنا أحب أتكلم بالواقع ما بالظن، من تقريبا 15 سنة كانت التجارة البينية تقريبا 15 مليار دولار، اليوم أصبحت فوق 115 مليار دولار. كانت قبل 15 سنة 15 مليار، الحين صارت 115 دولار. إيه نعم، 115.
فهذا يعني أن البنية التحتية كل ما بنيناها كل ما زادت التجارة البينية، وهذا الهدف. فخلنا نسميها تنافسية حميدة. يعني إذا بنينا مطارات أو بنينا موانئ أو بنينا شوارع أو جسور، هذه كلها تساعد. يعني تتنافسون بس تنافس إيجابي. إيه طبعا التنافس ضروري، أما اللي ما يتنافس يتأخر، يخمل. هذا شيء واحد. وعندنا مثلا مشروع قادم إن شاء الله اللي هو السكة الحديدية، وهذا بيساعد في تنقل البضائع والمسافرين. السكة الحديدية سمو الأمير، متى يمكن واحد يقص تذكره ويركب القطار اللي تحكون عنه من 20 سنة؟ يفتاك الجذب، يعني ما بعطيك تاريخ لأن التاريخ ممكن يتحرك، لكن أتوقع خلال 10 سنوات القادمة بيكون اكتمل. أيضا تحدثتم بعد زيارة ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان إلى مملكة البحرين، كان هناك اتفاق بين الملك حمد والملك سلمان على دراسة جسر جديد. صحيح. على يعني وش فكرة الجسر هذا سمو الأمير؟ هذا لمعالجة الطلب، احنا عندنا طلب كبير لحركة الأشخاص والبضائع. يعني ساعات الانتظار اللي تصير على جسر الملك فهد اليوم طويلة في أيام الإجازات أو نهاية الأسبوع. والبضائع هم التي تينا من المملكة العربية السعودية ما نريد لها تأخير، والبضائع التي لمملكة البحرين ومكانها النهائي هو المملكة العربية السعودية ما نبيها تأخر. الخبر اللي طلع يقول أنه ستتم هذا الجسر سيدرس ويمول من القطاع الخاص. نعم. وش الفكرة؟ احنا بندرس إمكانية البي أو تي Build Operate Transfer. فالفكرة بسيطة أن احنا نضمن المسار ونضمن للشركات هذه العالمية أن احنا موافقين على إقامة هذا الجسر، ويجونهم يبنونه ويحصلون الريع إلى أن يسددون تكاليفهم وتالي يسلمون الجسر. في شركات مستعدة للعمل في هذا المجال؟ يتصور لي نعم، يعني سمعنا أن في شركات في أوروبا، في شركات في الخليج، في شركات تركية، شركات صينية، يعني في طيب. في حركة. جميل. سمو الأمير سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة ولي عهد البحرين، أود أن أسأل السؤال الذي يتبادر إلى أذهان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كافة: ما هي عوائق الاتحاد الخليجي؟ وش باقي علشان نصحى مثل ما تفضلت ونلقى الاتحاد قائم؟ والله أنا ما أعتبرهم عوائق، أنا أعتبره نمو طبيعي. يعني لا تنسون أنتم تشوفون الحين عندنا تجربة عالمية اللي هو الاتحاد الأوروبي، صار له عقود 60 سنة يمكن 70 سنة، وأسسوا اليورو اللي هو يمكن قمة الاتحاد، يعني ولا صاروا اتحاد طبعا، هم دول يعني عندهم سيادتهم وعندهم تحركهم لهذه اللحظة. الاتحاد لا يقتضي أنه تذوب دولة في الثانية بطبيعة الحال، لكن يعني مؤشرات الاتحاد الكامل عملة واحدة، جيش واحد، سياسة خارجية واحدة. العملة اليوم في أوروبا تحت التهديد. بريطانيا توها انسحبت من الاتحاد الأوروبي في البريكزيت، لأنهم يعني ما حطوا القاعدة الصحيحة أو الكاملة أنهم يحققون هذا الاتحاد، واستعيلوا لأهداف سياسية أو ضغوط سياسية. هذا خطأ. إذا الواحد لازم يبني لأبنائه، ما يبني لنفسه. فإحنا نبني لأبنائنا ولأحفادنا. العملة الخليجية الموحدة جاية إن شاء الله يعتريها الكثير من الصعوبات؟ طبعا. يعني العملة احنا يعني الان احنا تقريبا عندنا عملة موحدة لان احنا مثبتين على الدولار، لكن لو نبي نعتمد سياسة العملة الواحدة يعني معناته لازم نخلق بنك مركزي واحد. البنك المركزي الواحد بيضبط نسبة الاقتراض من كل دولة. الدول الأوروبية كان عندهم التزام انهم ما يزيدون عن 2% او 4% في الاقتراض من العجز، إنما ما يخلون العجز يزيد عن 2 أو 4 أعتقد هذا الرقم.
وتجاوزوه. فأصبح الاي سي بي اللي هو البنك الأوروبي يعاني من سياسات الدول. فإحنا يعني نشوف هذا نتعلم، إحنا ما نبي نوصل إلى هالمراحل. فيبي لنا وقت إلين الأمور الاقتصادية تستقر وتنضبط والمؤسسات تقوى ويصير في تعاون بين البنوك المركزية. شوفوا أمريكا اليوم، إحنا الكل يظن أن فيها بنك مركزي واحد، فيها 12 بنك مركزي في أمريكا، في أمريكا، وعندهم مجلس ينسق بين البنوك. فربما هذا مثيل يعني أو مثال نقدر نقتدي به. سمو الأمير، ما هي بوجهة نظركم التحديات الملحة في الوقت الراهن لمنظومة مجلس التعاون الخليجي ولدول مجلس التعاون الخليجي؟ طبعا الوضع الأمني تحدي كبير، وإحنا لازم يعني نتعاون ونتكاتف نصد أي تدخل خارجي أو يعني مثل ما يقولون ما تصيدنا العدوى اللي صادت أشقائنا في العالم العربي. يعني أنا أنظر وأنا متكدر الحقيقة على ما قاعد يحدث على واقع بعض الدول العربية، واقع الدول العربية الحقيقة محزن. وهذه من يعني تفتت مؤسسة الدولة نفسها وولدت هذه الطائفية والعرقية والكراهية وعدم الاستقرار والفوضى والحروب. والدول العظمى يعني لها رأي مثل ما يقولون في هالأمور ويتنافسون على نسبة التأثير في هذه الأماكن، والحقيقة اللي يدفعون الثمن هم المواطنين المساكين. بمناسبة الحديث سمو الأمير عن قصة الطائفية ويعني اشتعال الطائفية في المنطقة العربية، وش الحل في تقديرك لتخفيف هذا الأواء الطائفية اللي تزداد في العالم العربي؟ والله أنا يعني باختصار أنا أشوف تقدر تسميها الوطنية، تقدر تسميها العروبة، أنك يعني تضع نفسك في خدمة كيان أكبر من عرقية أو طائفية أو حتى يعني أنه المواطنة يمكن تعزيز المواطنة يمكن أن تقلص من الطائفية السلبية. بالضبط، المواطنة، وخلنا نستخدم كلمة يعني استخدمت في السابق يعني العروبة، لغتنا واحدة، تراثنا واحد تقريبا، عندنا تعدد في الأديان وشيء آخر. يعني المجتمع الحقيقة عطى رجال الدين منصب يعني أكبر من حجمه. رجل الدين مختص في الدين، الحين إذا تمرض تروح حق مطوع ولا تروح حق طبيب؟ والله بعض الناس يروحون مطوع ويطلعون أمرض. تروح حق طبيب. إذا تحتاج يعني مثل ما أقول مشورة مالية تروح حق بنكر. إذا تحتاج مشورة عسكرية تروح حق عسكري مختص. فإحنا بشر، واللي يعني إذا تحتاج رأي ديني تروح الرجل الدين، إذا تحتاج إذا تحتاج طبعا. وهذا يعني الأمور مهمة للإنسان، وإحنا كلنا مسلمين ونشعر بعدم الرضا لأن شفنا الدين يستقل بهذه الطريقة. يعني أنت متألم سمو الأمير على أن يستغل البعض الدين من أجل السياسة، من أجل السياسة طبعا. سمو الأمير، الشباب في دول الخليج يشكلون ما يزيد على 60%، أكثر من 60% من دول مجلس التعاون الخليجي أعمارهم أقل من 30 سنة. هذه الفئة المهمة التي هي يعني سبب نهضة الأمم، ما هي مشاريعكم؟ عشان ما أقول سلبي أقول ليش تركينهم، ما هي مشاريعكم لهؤلاء، لهذه الفئة سمو الأمير؟ أول شيء نعلمهم، وثاني شيء نمكنهم، وثالث شيء يعني نجعل لهم اقتصاد مثل ما يقولون ملعب مفتوح واقتصاد ينمو. والاقتصاد اللي ينمو ترى يعني هذه نعمة، هذه يستوعبهم كلهم، ولا يعني نخلي فيه يعني مشاكل هيكلية اللي يعني تمنعهم من دخول السوق. هذه مهم. جميل، يعني
تعليم وتمكين، تمكين وسوق فتح مفتوح، فرص فتح فرص وفتح فرص، سوق مفتوحة مو بفتح فرص، سوق مفتوح، سوق مفتوح. اي هذه يد الوصاية، هذه ما تنفع حق المستقبل. احنا لازم نجعل بيئة تنافسية مفتوحة عادلة، هذه تخدم الشباب. اما يعني اذا ظنينا ان احنا بنوفق يعني بأمر بنقدر ننفذ كل الامور، هذه ما تصير. احنا بأمر نقدر نجعل هذه الساحة تكون موجودة. اسمح لي سمو الأمير أن أنتقل إلى فاصل ثم نعود لمواصلة الحوار معكم. طيب. فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، ثم نعود لمواصلة حوارنا مع ترك الدخيل، والحوار لا يزال مع سمو ولي عهد البحرين. فابقوا معنا. حياكم الله مجددا أيها الأخوة والأخوات مع ترك الدخيل في هذه الحلقة الخاصة التي نقدمها من مؤتمر الفكر العربي فكر 15، والتي نستضيف بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة ولي عهد البحرين والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. سمو الأمير، تكلم شوي سياسة. قبل أيام كانت رئيسة الوزراء في بريطانيا تزور البحرين لتحل ضيفة شرف على قمة مجلس التعاون الخليجي. سموكم كنتم حاضرين ضمن وفد مملكة البحرين. ما هي الرسائل التي قدمتها تريزا مي للقادة؟ نبي الرسائل اللي بالغرف الخاصة، ما نبي الرسائل اللي كانت كتابة الناس. والله ترى ما كانت تفرق كثير. أنتوا كلكم استمعتوا لكلمتها إن شاء الله. صحيح. كانت كلمة مؤثرة وقوية، يعني أكدت فيها التزام المملكة المتحدة لبناء العلاقات مع الأصدقاء والحلفاء القدامى. وكانت مركزة على أن المخاطر اللي موجودة في المنطقة تتطلب أن الدول في المجتمع الدولي، الدول الغربية والدول اللي موجودة هنا في المنطقة تتكاتف على أساس أنها تصد أي يعني مقامرات أو تجاوزات من الآخرين. وهذا كانت رسالة مقبولة وطيبة، وفي نفس الوقت أنها مستعدة للتعاون مع الجميع. أكدت سمو الأمير هي على أن أمن الخليج من أمن بريطانيا. بالضبط. هل تغيرت السياسة البريطانية؟ يعني أنتم حسيتوا مع تريزا مي أن الوضع أكثر دفئا من الحكومات السابقة مثلا؟ ما حسيتها أكثر دفئا، حسيتها أكثر وضوح. وفي فهم الآن في العواصم الأوروبية كلها أن ترى أمنهم مرتبط بأمنه. ما أصبح اليوم الواحد يقدر يعيش في عزلة بالعولمة وبالتنقل البشر ووسائل السفر من سفن وطائرات. يعني أصبح اليوم العالم مرتبط جزء صغير مرتبط ببعض. نعم، مرتبط ببعض البعض. كيف تنظرون في مملكة البحرين للعلاقات ثنائية بين البحرين وبريطانيا؟ والله يعني علاقتنا مع المملكة المتحدة مهمة، ولأنها قديمة، ولا ننسى أنها دولة عظمى في وقت ما. اليوم لها تأثير على الساحة العالمية كعضو دائم في مجلس الأمن. فواجب علينا أن احنا مو بس مع المملكة المتحدة بس، بل مع جميع الدول اللي نشترك معاها في نظرة مثيلة للمستقبل، أن نتعاون ونتقارب. وأظن هذا الوضوح فهم. هل ترون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سلبي بالنسبة لكم ولا إيجابي؟ خلنا نشوف، لكن أعتقد هم الآن قاعدين يدرسون كل الخيارات ويريدون أنهم يتعاونون مع شركاء. ودول مجلس التعاون هو ثالث أكبر سوق للمملكة المتحدة في العالم، أعتقد بعد أوروبا وبعد الولايات المتحدة. رئيسة الوزراء البريطانية طالبت بتعزيز التعاون التجاري بين دول مجلس التعاون وبين بريطانيا. هل يمكن أن تكونوا أنتم مثلا ككتلة اقتصادية بديل للاتحاد الأوروبي الذي خرجت بريطانيا منه؟ مو بديل، لكن نسميه شريك. سمو الأمير، كيف تقرؤون يعني الحدث السياسي الأبرز وهو وصول المرشح أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ والله طبعا لحن ما صار رئيس، فما شفنا رئيس إلا شوي، لكن ما يعني ما أقسم، لكن عين فريقه
فهذا لين أشخاص نعرفهم. وأنا أعتقد أن تعرفونهم يعني علاقتكم معهم جيدة؟ أي نعم نعم جيدة ونعرف حتى توجهاتهم. سبقا عملتم سبقا عملنا مثلا مع وزير الدفاع، في أشخاص في الخليج يعرفون وزير الخارجية المرشح، يعني عدة أشخاص في الإدارة معروفين للمسؤولين في مجلس التعاون، معروفين بشكل إيجابي يعني من خلال تعاملكم السابق معهم كان جيد التعامل، وهذا مبشر بالنسبة لكم يعني إن شاء الله. تعتقدون أنه إيجابي؟ إن شاء الله. هل أنت متفائل بدونالد ترامب؟ أنا متفائل بالولايات المتحدة دائما. الولايات المتحدة حقت أوباما كنت متفائل فيها؟ والله إذا الواحد يدرس تاريخ الولايات المتحدة، يعني إذا صارت فيها هفوات لمنطقتنا خاصة، ما يبني يعني اعتقاده فقط على تصرف إدارة أو تصرف سياسة. إذا ترسخت هذه السياسات وشفناها يعني عملوا بها على مدى عقود، هذا يعد أمر آخر، لكن أنا ما أعتقد أن هذا بيكون الوضع. لكنكم لم تكونوا متفائلين كثيرا بطريقة إدارة أوباما في التعاطي مع المنطقة. احنا كنا ناصحين للإدارة الأمريكية، لأن ما كنا نريد أن الشعب العربي يدفع ثمن الانقطاع والانعزال، لكن بسبب طبعا حتى الإدارة يمكن اللي كانت سابقة لإدارة أوباما كان الرأي العام الأمريكي تعبان أو مهلوك من الحروب ومن السياسات الصارمة. إذا سمحت لي سمو الأمير أن أسأل سؤالا، قبل نحو 10 سنوات جلست مع سموكم الكريم في منصة مماثلة في البحرين ضمن فكر 6، أجريت مع سموكم حوارا قبل 10 سنوات، كنتم متفائلين بشكل كبير باقتصاد البحرين بالإجراءات التي سهلتموها للاستثمار في البحرين. كيف تشوفون اليوم اقتصاد البحرين بعد 10 سنين إذا ما تجاوزنا أزمة 2011 وما بعدها؟ والله أنا يعني بالنسبة لهذا الموضوع أعتقد أن احنا اليوم بدينا ننطلق. طبعا اقتصاد البحرين ما ياته سنة، يعني ما صار في تراجع في اقتصاد البحرين أبدا، حتى في أصعب الظروف في 2011 يعني نمينا حتى لو 1.1. طموحكم في النمو وش الرقم اللي تتطلعون إليه اللي ما يسبب تضخم؟ من 3 إلى 6، يمكن 8، ممكن توصلون إلى 8. نعم. تعتقدون أنه إيجابي؟ مو بالآن، لكن يعني مع وصول السياسات إلى نضجها نعم نوصل. السياسات الاقتصادية؟ أي نعم. وأبشرك أن البحرين اللي ياها في 2006 ما يعرف اليوم في 2016. لو تروحوا تشوف تغيرت عليه من خلال النمو والتطور، من خلال النمو من البنيان، مؤشر بسيط، زاد دخل الأسرة البحرينية 47% من طلقنا رؤيتنا الاقتصادية في عام كم؟ 2007. أقل من 10 سنين. يعني ما بي أقل من 10 سنين. طيب رؤيتكم الاقتصادية ماذا تحقق وماذا تعثر منها؟ ما في شيء تعثر، يعني ما في شيء أبدا تعثر. اللي مطلوب منا أن احنا نحقق أكثر من البرامج اللي بتساعدنا على النمو الأسرع. التواريخ ماشين فيها بشكل كويس؟ ماشين فيها بشكل صحيح. طيب ما الذي يعني يمكن أن تقدمه أو تبشر المواطن الخليجي والبحريني فيه في هذه الجلسة؟ والله هو هدفنا كان أول ما أعلننا رؤيتنا أن احنا نبي نجعل دخل الأسرة البحرينية يزيد 100%. احنا حققنا 47%. كان الهدف في عام كم أنه يوصل 100% يزيد الدخل؟ ما يعني احنا حددنا 2030، لكن مو مهم هذا، هو المهم أن احنا نضع السفينة مثل ما يقولون على الخط الصحيح. فإذا احنا اليوم في 2016 وحققنا 47%، يعني يمكن حتى نوصل 100% قبل 20-30. قبل. هل ترون أن المواطن البحريني تفاعل كما تتوقعون مع خطتكم في 20-30؟ نعم الحمد لله. البيئة التنافسية العادلة
هي اللي تخلي مستقبل آمن وراحة عند المواطن. أما يعني إذا النظام مقلق ومبني على خلينا نسميها الاستثناءات والمركزية، هذا فكر انتهى وقته. وتجاوزته الفكر الاقتصادي أو المؤسسات القائمة على يعني المركزية. أشياء كثيرة ما لها يعني ما أقدر أعدها، يعني فوق يمكن 64 برنامج نفذ في نظام العمالة، في قانون التجارة، في قانون أو في تنفيذ وتطبيق خلينا نسميه إدارة البلديات، في البنك المركزي، في واصل كلها ماشية، في تخصيص الكهرباء، في تخصيص الموانئ، في تخصيص الاتصالات. حققتوا ما تتطلعون إليه؟ إيه طبعا. لا خلقنا البيئة، عاد الباقي عليكم. وبالتالي أنتم ترون اليوم أنه المناخ الاستثماري في البحرين مناسب جدا 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 جدنين جدنين. واللي عنده مشكلة يجيني في المجلس ويخبرني أنه في شيء مبماشي. صح. شكرا لكم سمو الأمير صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة ولي عهد البحرين على هذا الوقت. من أنت اللي مشكور ومشكورين لحسن استماعكم. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لكم، حتى ألقاكم في حوار جديد مع تركي الدخيل. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لاستماعكم.